لا يا عم، انا مبسوط جدا بالمفاجآت اللي فيه، انه ده يكسب مره وده انا قلت كده من الاول خالص. والاحسن حاجه تحصل في 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 الدوره دي انه يبقى فيها مفاجآت. انا بس عايز اقول حاجه واحده مهم قوي، ان احنا نقول نقف مع الدول العربيه وبتاع. ايه اللي بيدخل الدين بقى؟ يعني انا ما بفهمش، يعني يقول لك فرحه مليار مسلم، ايه اللي دخل ده في الكوره؟ دي اهانه للاشياء المقدسه. كلم في الدول العربيه لكن ما تجيبش سيره لا مسلم ولا مسيحي في الكوره عشان ما نهبلش. صح. بتشجع مين في كاس العالم؟ برازيل طبعا. بتابع، ودلوقتي لازم تخليني امشي عشان اشوف البرتغال. انا طبعا بحب البرازيل والارجنتين وفرنسا، فربنا سهل. يعني شفت فوز السعوديه ازاي؟ والمنتخبات العربيه عاملين شغل جامد قوي لغايه دلوقتي. لا، السعوديه والمغرب يعني انا طبعا حزين على اللي حصل للسعوديه الماتش اللي فات، ربنا يسهل ويقدر يعوضه رغم ان ده صعب، انما احنا كلنا عندنا امل في ان المغرب يشرف افريقيا ويشرف. وشجع الكل يعني. بتفهمي في الكوره اصلا؟ شغل اللعب الحلو. ايه طبعا. دايما الستات خليكي في المطبخ لما يبقى كاس العالم. لا، انا بحب الكوره وبحب بحب الرياضه جدا. مين اخذ كاس العالم اللي فات اللي قبل اللي بيتلعب؟ فرنسا. صح؟ طبعا. انا ما بقول شيء مش بعنيه يعني. طيب ايه احسن اداء منتخب عربي عجبك في النسخه بتاعت اداء؟ احسن اداء لمنتخب عربي عجبك، يعني في السعوديه في المغرب كانوا عاملين اداء حلو. يعني السعوديه منتخب قوي كتير، يعني ان شاء الله بتمنى لهم كل خير لانه بيستاهلوا، يعني لعبهم كتير حلو. البرازيل هتاخدها ان شاء الله، يعني ان شاء الله. شكرا. الاحسن يربح، واللي بيستاهلها هو بيربح يعني، واللعب الحلو اللي بيربح. شكرا لك. الحقيقه مش بتفرج على كوره. ليه؟ يعني مصر ما بتلعبش. بس تفهمي في الكوره؟ يعني لا، بفهم في الكوره لما مصر بتلعب بشجع مصر وطبعا بتفرج على محمد صلاح لما بيلعب، بس انا ما بفهمش في الكوره، مش تخصص. بعترف. تعرفيش اسماء منتخبات فرق لعيب؟ لا، اعرف ان في طبعا منتخب، عارفه ان مثلا كان في ان البرازيل كانت بتلعب من كام يوم، وكان يعني البرازيل بتلعب دلوقتي. البرازيل بتلعب دلوقتي؟ طب كويس. يعني ما تعرفيش منتخب الديوك دول مين؟ لا. ولا الماكينات دول مين؟ خالص. بنزيما ده ايه؟ تفتكري بنزيما ده اسم ايه؟ اسم لاعب يمكن؟ مش عارفه. بجد؟ شفت بالفطره كده عارف. لا. اما صلاح بيلعب ليفربول. اما ليه في ايوه طبعا. طبعا طبعا. انا كتبت بوست على السعوديه وحوش، انا كتبت عليهم وحوش، باركت عشان جدتي مغربيه. فيفا موغوكو. فيفا موغوكو. تابعت طبعا، تابعت البلجيكا عشان اختي وولادها يحملوا الجنسيه البلجيكيه. ما انا ماشي، بس انا بقول لك انا تابعت بلجيكا لان انا بتشجع المغرب عشان جدتي مغربيه، بشجع بلجيكا عشان نص البيت عندي بلجيك. والله العظيم. فانا اللي كان هيطلع كان اللي هيفوز فيهم كنت همسك العالم واخرج في الشارع اصلا. يعني دي المنتخبات المفضله ليك؟ بلجيكا بيلعبوا حلو قوي على فكره، بس نفسي المغرب يا جماعه. المغرب وحوش. المغرب بجد انا اصلي شحد، انا مغربيه، فالمغرب وحوش. ونفسي ميسي في آخر بطولة لي، يعني ميسي مش هيلعب تاني، نفسي يشيل كأس العالم ميسي بصراحة. صدقني هو ميسي ورونالدو الاثنين آخر كأس عالم ومحبش. آخر بص، أنا نفسي ميسي بصراحة. بتشجع مين في كأس العالم؟ تونس طبعا. هو ده سؤال؟ هو ينفع السؤال ده؟ يعني اكيد بشجع منتخب تونس، فرحانه جدا بالسعوديه. بص انا بشجع المنتخبات العربيه اللي موجوده، لكن اولها بلدي تونس طبعا. هو للاسف احنا ما توفقناش في اخر ماتش، المنتخب ما توفقش، بس يعني بتمنى لسه بتمنى ان هو يتوفق في الماتش الجاي، يكون حظه اوفر يعني. مع انه احنا يعني تونس بتلعب مع فرق صعب جدا وفرق يعني قويه جدا، زي الماتش الجاي اظن ان هو مع فرنسا، فيعني فرنسا كسبت كاس العالم كتير، فيعني ماتش صعب، بس بتمنى لهم التوفيق. وطبعا السعوديه كانت مشرفه جدا جدا جدا، فريق سعودي شرفنا كلنا كعرب، والمغرب كمان يعني الف مبروك ليها، وكمان لعبوا ماتش جامد. لا انا يعني بتابع مفرحيه بقى. شكرا. الفرق الاوروبيه يعني بصراحه بحب فرنسا، بس ما مش بحب لما تلعب مع تونس احب تونس يعني.